يقول: ما سر ذكر الشفاعة بين هذه الآيات العشر وما الحكمة من ذلك؟ يعني تنزيه الله جل وعلا، الآية جمعت بين التنزيه، تنزيه الله عن النقائص وإثبات الكمالات له سبحانه. ومن النقائص أن أحدا يشفع عنده بغير إذنه، هذا من النقائص. ومن الكمال أنه لا يشفع عنده إلا بإذنه. نعم.